أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما أشبه اليوم بالبارحة، يتكرر المشهد من جديد. طاعون ضرب بغداد في شباط من العام 1831، أدى إلى مقتل آلاف البغداديين. الدكتور علي الوردي روى لنا في مؤلفاته مشاهد تبعث في النفوس الرهبة والخوف مما حصل في ذلك الوقت، جعل العراق كالريشة في مهب الريح لا تمتلك من أمرها شيئا. ما ذكره الوردي أن الطاعون أتى من مدينة تبريز الإيرانية إلى بغداد عبر شمال البلاد، وإلى بغداد آنذاك داود باشا أو والي بغداد آنذاك داود باشا طلب أن يتم الحجر الصحي لمنع الوباء من الانتشار، وقد منع من ذلك. والسبب اليوم كورونا المستجد تطرق رياحه الصفراء أبواب العراقيين لتحصد أرواحهم وأرواح أعزائهم. زائر غير مرغوب فيه، لا دواء يشفيه ولا مصل يقي منه إلا إجراءات الوقاية ومن رحم رب. أهلا بكم. حظر للتجوال والتباعد الاجتماعي واتباع العادات الصحية، كلها خطوات لمنع كورونا من الانتشار، لكن يبدو أن العراق يذهب نحو الهاوية. رغم أن فيروس كورونا حصد أرواح الكثير حول العالم وأصاب آلافا آخرين، فإن العراقيين لا يزالون غير مبالين بالفيروس الذي يستنفر العالم لمواجهته، وباتوا يصافحون الموت يوميا. كثرة المصائب التي مروا بها خلال العقود الأخيرة جعلت الموت أمرا طبيعيا في حياتهم الدموية والعصبية القبلية والمدنية غير المنضبطة، فضلا عن الإزدواجية النسبية والفكر الديني. جعلت الشخصية العراقية تتعامل مع الأخطار بشكل اعتيادي من دون الدخول في معترك الاهتمام والجدية. إن جميع هذه العوامل جعلت العراقية لا يبالي بالأخطار، ويتخوف كثير من المراقبين من أنه وبسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والمظاهرات ومحدودية الإمكانيات الطبية، فإن العراق يواجه خطرا متصاعدا من مغبة انتشار وبائي لفيروس كورونا. تقرير الإجراءات الخاصة بحظر التجوال وتطبيق التعليمات الوقائية للحد من الفيروس. هل في العمر متسع من الحزن والمصائب؟ في جعبة العراقي اليوم إجابات كثيرة يقدمها لك على طبق من أشكال متعددة، إما على شكل موال أو قصيدة. في النهاية هي رواية مفعمة بالمخاطر والحروب والأوجاع والأمراض كذلك. أنواع القتل في العراق تعددت، وتعدد شكل الموت وصناعته. موت بالمجان على قارعة الزمان، فما الطير من قاتل صامت لا يرى بالعين المجردة حتى وإن سمي بكورونا المستجد. فما يستجد في حياة العراقي هو تكرار للدموية والعصبية والقبلية والطائفية والفتنة. جملة ظروف اقتصادية هي الأخرى، كل هذا ينهي أي مخاوف في حسبان العراقي من فيروس كورونا أو انتشاره أو الإصابة به. لذا فهو فن لا مبالاة الذي يتقنه السواد الأعظم في البلاد. انتظر الثلاجات هذا. أحمد أحمد الثلاجة متروسة، هاي باب الثلاجة، هاي باب الثلاجة، ننتظر سيارة تروح. لا إله إلا الله. مصافحة الموت على يد كورونا تستفز العالم الذي يغلق أبواب عواصمه وصناعاته ومطاراته. فيما الشعب العراقي لن يحرك ساكنا، فالساكن مغيب في ساحة النزالات والتراكمات المميتة. لا يوجد هناك أي التزام بحظر التجوال، بحيث لو نشاهد اليوم احنا شوارعنا ما كأنه تمر اليوم بموجة كورونا ومرض ووباء منتشر. هو تعايش إجباري مع الفيروس، وكأنه انتحار لا قصد فيه، إلى جانب محدودية وشح في الإمكانات الطبية. فمن ينظر لسرير شفاء يرقد عليه عراقي يريد النجاة؟ هي إذن قصة المواجهة المفروضة على كل عراقي أمام قصة خطر جديدة
تحمل عنوان كورونا قادم إليك، فالطريق سهلة أمامه نظرا لغياب أسلحة الوقاية والعلاج. وللحديث أكثر حول القطاع الصحي في العراق ينضم لنا السيد عبد الأمير المختار المستشار السابق في وزارة الصحة. سيد عبد الأمير أهلا بك. أهلا بكم مرحبا. سيد عبد الأمير، كيف تجدون الوضع العام لكورونا في البلاد؟ هل هو مسيطر عليه أم العكس وللأسف؟ والله شكرا لكم على اتصالكم وطلبكم المداخلات. الحقيقة الوضع الكورونا كان مسيطر عليه إلى فترة حدود 3-4 أسابيع، ولكن بدأت الحالات تزايد بعدد كبير، وكذلك إصابات كثيرة في القطاع في الكوادر الطبية والتمريضية والصحية وحتى الإدارية منها في داخل ديوان وزارة وفي الوزارة. فبالتالي مع اشتداد الأزمة، زيادة عدد الإصابات، قلة الكوادر ومحدودية الموارد المالية وغيرها، الوضع أصبح جدا مقلق، وبصراحة يعني متشائمين في الوقت الحاضر. بس ما نقول فقدنا السيطرة، ولكن السيطرة يبدو مهتزة في الوقت الحاضر. نعم، يعني دكتور عبد الأمير، يعني بنظركم ما الذي أوصل العراق إلى ما هو عليه الآن في ما يتعلق بالوضع الوبائي في مكافحة فيروس كورونا؟ يعني كل نقاط تحسب لنا وتحسب علينا كدولة قطاع طبي، سواء العاملين في الوزارة أو اللي متقاعدين أو في قطاع خاص. مما يحسب لنا هو الجهود الرائعة للكوادر الصحية والطبية العاملة. مما يحسب علينا أنه هاي الهجمة الشرسة للفيروس في كل العالم احتويناها لفترة، ثم بدت دفاعاتنا تضعف، وهجوم الفيروس وطبيعة الفيروس يبدو بدت أكثر شراسة. يحسب علينا كحكومة وكدولة بصراحة هو ضعف التخطيط وعدم تخصيص الموارد الكافية، سواء الموارد المالية أو البشرية، وعدم وجود خطط واضحة متفق عليها يعرفها الجميع لكي نستطيع أن نعمل سوية عليها. هذه النقاط علينا. نعم، يعني سيد عبد الأمير، هل تتوقع ربما تمتلك وزارة الصحة خططا جديدة نظرا لتفشي الوباء في الأيام الحالية؟ والله بصراحة لقد بح صوتنا من المطالبة بخطة واضحة وتهيئة أسرة وكوادر. صحيح أن الوزارة اشترت عدد أكبر من الفحوصات، وأيضا وفرت عدد أكبر من الأسرة، ولكن بدون خطة واضحة وكوادر محمية، الكوادر العاملة غير محمية بدرجة كافية. مثلا وسائل الحماية من ماسكات، كمامات إلى كشوف أو غيرها، كثير من الأطباء والتمريضين يشتروها بنفسهم، ما متوفرة بالدرجة الكافية. بعض الأدوية بها نقص، بعض العقود متأخرة، وأيضا الكوادر اللي دا تخرج من الخدمة بسبب المرض ما تعوضت، بل العكس. بداية هاي السنة الحكومة والعتب أولا على البرلمان اللي سرح حوالي 5,000 إلى 6,000 طبيب وتمريضي، البلد بحاجة لهم، كوننا أقل من الأردن ومن إيران ومن الكويت بنسبة الأطباء والتمريضيين، ولم يعوضوا لحد هاي اللحظة. وزارة الصحة المفروض تطالب وبكل وضوح إعادة الكوادر التي سرحت قسرا قبل الأوان، أولا. ثانيا أنه الخريجين الأطباء وغيرهم اللي قاعدين بدي صار لهم سنة يجب أن يعينوا، أما الجواب ماكو درجات وماكو فلوس، معذرة، هذه حالة طارئة يجب على الدولة أن تتصد لذلك، وإلا ستنهار الأمور أكثر. نعم، يعني سيد عبد الأمير، لنأخذ مثالا مثلا دولا مجاورة كالأردن،
يعني نجحت في السيطرة على هذا الوباء وأعادت الحياة إلى طبيعتها، لماذا لا تأخذ العراق نموذج الأردن وتطبيقه، أم أن هناك معوقات لتطبيق النموذج الأردني في السيطرة على الوباء؟ والله النموذج العراقي والقدرات العراقية مو قليلة. نعم. أنا في بداية عندما كنت مدير عام قبل 2004 و2005 زرت الأردن مؤسساتها ومستشفياتها الجميلة، فكان يكلمني الأخوة زملاء الأردنيين يقول احنا تخرجنا من عندكم، احنا تدربنا عندكم، فلماذا هذا الانهيار؟ ولم نستطع منذ 16 سنه 17 سنه نشتغل بالنظام السابق وهو يستحق الشتيمه او تشخيص الاخطاء اللي مر بها، ماذا فعلنا لحد الان؟ اطباء يتخرجون سنه كامله ما يتعينون، ما يحتاج انا اطبق الاردن، العراق المفروض يتعين الطبيب خلال 5 أسابيع من تخريجه، مثل ما صار بالنسبه لي، تخرجت 5 أسابيع داومت. بالنسبة للخطط، ألسنا قادرين أن نضع خطة؟ لماذا الوزارة لحد هاي اللحظة الوكيل والمدير العام والكذا كذا كل واحد يقوم بوظيفتين أو ثلاثة؟ هل لا يوجد لدينا أشخاص قادرين أن يملأوا هذه الوظائف؟ اللي يفرق عندنا بالأردن عندهم دولة مستقرة والمواطنين جابوا لهم والدولة استطاعت أن تفرض بعض قراراتها، ولكن هل لا يستطيع العراق أن يشتري عدداً كافياً من الفحوصات ويدرس المساحة اللي منتشر بها المرض؟ أنا أعتقد الخطة لا زالت ضعيفة وغامضة، ومعذرة لزملائنا وكلهم أخواننا ومتفضلين بعملهم أو يؤدون واجبهم 24 ساعة حتى الصحة العالمية، ولكن أين الصحة العالمية عندما شخصنا معهم؟ نعم. أنا شخصيا تكلمت معهم، أنا جراح استشاري مدير عملية طب مستشار 6 سنوات وزملاء آخرين عدة. نعم. إنه يوجد ضعف بالتهيئة وبالاستعدادات، فإحنا كما تعلم في عدة دول، إيران لا زالت عندها إصابات نزلت ثم صعدت. نعم. يعني دكتور نتمنى من العراق أن يتمكن من السيطرة على هذا الوباء وأن تقل أعداد الإصابات. السيد عبد الأمير المختار المستشار السابق في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وننتقل الآن إلى معلومات عن القطاع الصحي في العراق، فهو يداوي الناس وهو عليل. القطاع الصحي في العراق، بداية القصة، وصل القطاع الصحي في العراق في خلال عقد السبعينات والثمانينات إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الطب والعلاج، فهو اليوم وللأسف ضعيف متصدع بسبب الفساد وضعف الإمكانيات. نبدأ في محافظة بغداد، تتوزع المستشفيات الحكومية في قضائي الرصافة والكرخ ومدينة الطب، مجمع المستشفيات الرئيس أكبرها مستشفيات الكرخ واليرموك والكاظمية وبغداد، وقلة التخصيصات المالية جعلت الأسرة أقل، والمسحات الكاشفة لكورونا هي الأخرى أيضا شحيحة، فقط كورونا وحده في تزايد، وللأسف يحصد الأرواح واحدة تلو الأخرى دون ما حسيب أو رقيب، لا يفرق بين عدو ولا حبيب ولا كبير ولا صغير. ومع حظر التجوال الجزئي الذي يروي عطش ضامئ أو يسد رمق جائع ولا يحمي من برد شتاء ولا حرارة صيف، تتزايد أعداد المصابين والموتى، فهل تستطيع المستشفيات مع ضعف الإمدادات والإمكانات هزيمة كورونا؟ أرحب الآن بضيفي من عمان الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور غازي أهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. دكتور غازي، نبدأ بتأثير كورونا على السياسة بشكل عام، بنظركم في العراق ما تأثير كورونا سياسيا؟ مؤكد الآثار السلبية الخطيرة اللي تعكسها أو يعكسها وباء كورونا على المجتمع لح ينتج ظاهرة من عدم الاستقرار، ظاهرة من الاضطراب
الاجتماعي، الاضطراب النفسي، انعكاس الوباء أيضا على الوضع الاقتصادي بالأغلاق، المصالح الاقتصادية، الإنتاج، مصالح الناس خصوصا الكسبة اللي يعيشون على قوتهم أو عملهم اليومي. إذا كل هذه الانعكاسات الخطيرة على المجتمع، على الاقتصاد بسبب الوباء، وأيضا انعكاسها على الصحة العامة. نعم. اليوم بدأ يتصاعد بشكل خطير، نشوف هناك إصابة للعديد من الأطباء، الشخصيات الفنية، الممثلين، الرياضيين. هذا أيضا ينعكس على طبيعة المزاج الشعبي العام في مواجهة هذا الوباء الخطير. نعم. أيضا مع الأسف هناك مظاهر للتخلف في التفسيرات أو التأويلات المتخلفة، الشعوذة اللي تمارسها بعض التيارات أو بعض رجال الدين مع الأسف، وتنعكس أيضا بآثار خطيرة. يعني هناك من يذهب إلى شرب بول البعير على سبيل المثال، أو يذهب للبصقة من ملة من الملالي، أو يلطع شباك الإمام، أو يعتقد أن الإمام شافي. يجب أن يتحرر المجتمع من هذه الخرافات. هذه الخرافات ليس لها علاقة بالعقيدة الدينية، ليس لها علاقة بالدين الإسلامي، لكن هي عقائد منتشرة مع الأسف لا تعكس حقيقة علمية أو حقيقة دينية. نتمنى أن الوباء ممكن يخلق وعي جديد عند المجتمع، وعي علمي أكثر من ما هو وعي تجتاح الخرافات. إذا كل هذا ينعكس على الوضع السياسي بالبلد عبر الاضطراب، عبر عدم الاستقرار، ينعكس على الإنتاج، على الاقتصاد. نعم. على التنمية. يعني دكتور غازي، يعني في ظل هذه الأزمة، يعني هناك فرق ما بين القرار الصحي والقرار السياسي، وربما يختلفان في بعض الأمور. يعني نشاهد ضرورة الحجر الجزئي أو الشامل، ولكن هذا ربما يخالف قرارا سياسيا. بنظركم ما الأولوية في مثل هذا الظرف الذي تعيشه العراق الآن؟ شوف، هناك تجربة اليوم الوباء هو لا يجتاح العراق فقط، ويجتاح الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الهند، تركيا، إيران. الإجراءات الوقائية اللي اتخذتها الدول هي إجراءات معلومة ومعلنة، يفترض من العراق ومن الأجهزة السياسية الصحية إلى آخره تتخذ نفس الإجراءات. يعني لابد من الذهاب إلى الحجر، الذهاب إلى التباعد، الذهاب إلى الكمامات، الذهاب إلى الوقاية، إلى الذهاب إلى تعزيز القدرات الصحية. يعني في الولايات المتحدة الأمريكية شفنا كيف ملايين الأسرة تم اللي هي موبايل في المدن حتى تواجه هذا الوباء الخطير. في العراق مع الأسف السياسة الصحية اللي هي جزء من السياسة العامة للدولة هي سياسة متخلفة. قبل وباء كورونا يوجد أكثر من 39 وباء منتشرة في العراق، لم تتخذ وزارة الصحة إجراءات جدية لمواجهة 39 وباء قبل وباء كورونا. وزارة الصحة هي من الوزارات اللي اجتاحها الفساد. نتذكر في عهد عادل عبد المهدي عندما استقال وزير الصحة بسبب الفساد المالي والميليشيات والضغط والصفقات المشبوهة والأدوية الفاسدة وغيرها من التفاصيل الخطيرة المرعبة اللي تمارسها وزارة الصحة كجزء من السياسة العامة أو انعكاس للسياسة العامة المتخلفة للوزارات المتعاقبة. نعم. مع الأسف. لكن دكتور، ألا ترى كما يقول البعض بأنه ربما بوجود كورونا هو أصبح مبرراً لانتشار التنظيمات ربما الإرهابية وحتى انتشار يعني سبل الفساد في ظل هذه الأزمة، ما رأيكم؟ طبعا هناك علاقة بين وباء كورونا وعودة ظهور دولة الخلافة الإرهابية، وباء كورونا وعودة الفوضى للعراق قبل صواريخ الكاتيوشا والميليشيات، وباء كورونا بالعراق واستمرار الزوار والتجار من إيران وعبورهم للحدود. قبل أيام تم حرق المعبر
الحدودي في بين البصرة وبين إيران، وحرق مكتب الجوازات من قبل الإيرانيين. هذا كله يشكل انتهاك خطير للأمن الوطني العراقي، وأيضا انتهاك خطير للسياسات الصحية. الناس اللي تجي تزور بالقوة أيضا تشكل تهديد لأمن المجتمع في النجف وفي كربلاء. يجب أن تتخذ إيران احتياطات كبيرة وسياسات مهمة لمنع الزوار، لمنع السياحة الدينية إلى آخره. يفترض كل هذا أن يؤجل. أيضا أن تتخذ إجراءات جدية لمواجهة الوباء. الوباء في إيران على سبيل المثال، إيران تحولت إلى بؤرة خطيرة للوباء، تهدد العراق وتهدد المنطقة وتهدد الخليج العربي. لاحظ في تركيا كان هناك مواجهة جدية للوباء، مما جنب العراق التأثر بالوباء عندما انتشر في تركيا. المنظمات الإرهابية، سواء دولة الخلافة الإرهابية أو الميليشيات الخارجة عن القانون في العراق والغير المنضبطة والتي لديها أجندات إقليمية إيرانية، مع الأسف استغلت هذا الظرف اللي وظرف استثنائي لعدم الاستقرار، للفوضى الاجتماعية، للانغلاق، غيرها غيرها من التفاصيل. نعم. أيضا تمارس نشاطاتها الإرهابية ضد المؤسسات والمطار، السفارة الأمريكية، القواعد، وتهديد الأمن والاستقرار بصورة خطيرة. نعم. يعني دكتور، بالوقت الحالي ربما يحتاج العراق إلى قرار سيادي يتمثل في غلق جميع المنافذ الحدودية. بنظركم هل مثل هذا القرار يتوجب على الحكومة اتخاذه في هذه الفترة، أو ربما هناك الشأن الاقتصادي يتدخل بالقرار السياسي من ناحية التبادل التجاري؟ نعم، هذه ضرورات الاستراتيجية الصحية. فرنسا، إيطاليا، بريطانيا، أمريكا، كل هذه الدول العظمى غلقت منافذها. الصين، روسيا، تركيا، ماليزيا، الهند، كل الدول بالعالم، دول الخليج العربي غلقت المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. هذه مسألة لا يمكن التساهل معها، لكن مع الأسف تتخذ قرارات من قبل الحكومة العراقية من زمن عادل عبد المهدي، وما أعرف الآن كيف استمرت هذه القرارات ما يخص الحدود والمنافذ الحدودية، لكن هناك فوضى في هذه المنافذ. هذه المنافذ السيطرة عليها مع الأسف الميليشيات المتواطئة الفاسدة، الأحزاب الفاسدة، الأشخاص الفاسدين. هذه المنافذ هي خارج سلطة الدولة. طالما هذه المنافذ خارج سلطة الدولة، إذن حتى الدولة لو تصدر قرارات سيادية، سياسية، قانونية لمنع دخول الأشخاص أو البضائع أو السلع من الدول المجاورة، فتستمر مع الأسف هذه النقاط أو هذه المعابر الحدودية. نعم. بإدخال الأشخاص. هذا كارثة، هذه كارثة حقيقية، بمعنى هشاشة الدولة ومؤسساتها، ضعف الدولة ومؤسساتها، عدم احترام المنظمات المختلفة والأشخاص والأحزاب والميليشيات للقانون والنظام والدستور. هناك فوضى حقيقية جدية. مع هذا الوباء تنقلنا إلى كارثة كبرى. نعم. يعني ضاعف من طبيعة. نعم. الأزمة والمشكلة الخطيرة اللي يعاني منها المجتمع والشعب العراقي. نعم. الدكتور غازي فيصل، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. يا مرحبا. أهلا وسهلا. ومشاهدين الكرام، تنضم لنا مباشرة من بغداد مراسلتنا ندى المرسومي. ندى، كيف هو الوضع الوبائي أو وضع الوضع الوبائي في بغداد وعلاقة المواطن بالحكومة والإجراءات الحكومية الاحترازية؟ نعم ندى. نعم زميلي، يعني بالنسبة إلى الموقف الوبائي بالعراق، يعني منذ بداية الأزمة وتسجيل العراق لعشرات من الإصابات، وجهت وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتعليمات التي تصدر منها لعدم مقدرة القطاع الصحي على احتواء الأزمة في حال وصلت أعداد الإصابات حاجز 1000 إصابة. لكن ما يحدث اليوم وتسجيل العراق لأعداد كبيرة من الإصابات قد تخطت حاجز 1000 إصابة يوميا، كان هو نتاج للتهاون واستهانة المواطنين بفيروس كورونا. يعني هنالك من حاول زرع فكرة أن فيروس كورونا هو حرب إعلامية يراد منها
يعني أمور اقتصادية سياسية، وبالتالي جعل المواطن العراقي والبعض من المواطنين العراقيين إلى عدم تصديق وجود فيروس كورونا، مما فاقم من أعداد الإصابات. الآن ومع تزايد أعداد الإصابات ووجود أعداد كبيرة من المصابين وامتلاء المستشفيات بهم، قررت وزارة الصحة تخصيص مستشفيات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا حصراً، وهي مستشفى الشيخ زايد ومستشفى الكندي ومستشفى ابن البلدي ومستشفى علي، مستشفى الإمام علي. نعم. طبعا مستشفى الكندي ومستشفى الإمام علي رغم تخصيصها لمصابين فيروس كورونا، لكن حددت على استمرار تقديم خدمات الديلزة لمرضى الفشل الكلوي، كون يعني هذه الأقسام هي معزولة. أما بالنسبة إلى الإجراءات الأمنية بأوقات الحظر، يعني للأسف لم يتعامل الحظر يعني كما نقول الحظر الصحي، وإنما كان هنالك تعامل مع الحظر على أنه حظر أمني. يعني نلاحظ التجديد على مرور المركبات، ولكن نجد المواطنين يزدحمون في الأسواق وأيضا في الشوارع، بالتالي كان هنالك تراخي في تطبيق الإجراءات الأمنية أو كما نقول الإجراءات الصحية لمنع خروج المواطنين عند الساعات المخصصة لحظر التجوال. نعم. ندى، ما يتعلق بالحجر الصحي، هل هناك مناطق وضعت تحت الحجر الصحي؟ نعم، بالنسبة إلى قرار الحجر المناطقي الذي تم اتخاذه، فقد شمل مناطق الصدر والشعلة والحرية والعامرية والكمالية والعبيدي، يعني 6 مناطق، 3 على جانب الكرخ و3 في جانب الرصافة. لكن رغم اتخاذ هذا القرار، كون هذه المناطق هي تعد بؤرة انتشار فيروس كورونا، لكن للأسف هذه القرارات لم تأتي أكلها، ولا زال المواطنون يخالفون التعليمات، وبالتالي لم تستطع الجهات المعنية السيطرة على حفاظ المواطنين للإجراءات الوقائية. ولكن مع اتخاذ قرار الحظر الشامل والانتقال إلى الحظر الجزئي، تم التحول من الحظر المناطقي إلى الحظر الجزئي، وهذه المناطق الآن كباقي المناطق في العاصمة بغداد لا تخضع إلى قرار حظر مناطقي، وإنما الحظر الجزئي، والذي يبدأ من الساعة 6 مساء وحتى 5 فجرا. لمعرفة تفاصيل أكثر عن الموقف الوبائي وما هي الإجراءات التي ستتخذ مستقبلا، ينضم معي الدكتور جاسم العزاوي المتحدث باسم نقابة الأطباء. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا ست ندى، ويشرفنا أن نكون وياكم في هذا الشارع الجميل. شكرا لك دكتور. دكتور، يعني اليوم العراق أمام تحدي صعب، أيضا اليوم وزارة الصحة أمام امتحان أيضا صعب، ممكن أنه تتحدث لنا عن الإجراءات المستقبلية اللي ممكن أنه تتخذوها من أجل احتواء هذا الوباء، وأيضا إقناع المواطن بأن هذا الوباء هو موجود؟ هو المشكلة بشكل عام هي حرب بين هذا الجائحة اللي سببها الفيروس بمجموعة من الخواص، وعنده طرق تكتيكية بالعلاج وتغيير نفسه، ومع الجانب الإنساني في كل مكان بالعالم، وقد يكون العراق هو واحد من عدها.
من الأشياء اللي إحنا مرينا بها، مرينا بهاي المسميات الكثيرة، الحظر والحظر الجزئي والحظر المناطقي إلى آخره، وهاي هي جزء من الوسائل اللي تقلل من انتشار المرض. لو تم إجادة استعمالها بشكل جيد كان ممكن تجنبنا الكثير من الأمور، بس المشكلة نحن أمام ضعف في الوعي المجتمعي الصحي، لا أقول شيء آخر، هذا من ناحية. بالناحية الثانية عندنا ضعف في الأمور المعاشية اللي ما تقدر تترك الإنسان يجلس في بيته بدون أن يخرج بسبب ضيق الحالة المعاشية، لأن عدد كبير من الناس هم عايشين على حياتهم جهدهم اليومي، بالإضافة إلى أنه إحنا نظامنا الصحي شوية بتعب، مو شوية بالحقيقة كلش تعبان، هو من مؤخرة دول العالم في الترتيب العالمي من الأنظمة الصحية، لذلك إحنا نخاف من الاجتياح الكبير. لحد الآن إحنا بدينا نتهاوى، نترنح يمنى يسرى، وإن شاء الله ما نتهاوى، قد يكون سبقتني كلمة تهاوي، إحنا نترنح بالوقت الحاضر. اليوم إحنا دخلنا مرحلة جديدة، أتمنى أن ننسى كل المراحل الأخرى، المراحل الأخرى أنه الحظر الكامل، الحظر الأمني، الحظر الجزئي، كل واحد يسميه اللي يسميه، حظر ليل نهار، المهم إحنا هسه في حالة حظر جزئي، وهذا الحظر الجزئي بمواصفات، يجب أن نتبع المواصفات في سبيل أن نصل إلى بر الأمان. طيب، كثير من المواطنين لا يصدقون بأن فيروس كورونا موجود، هل هنالك وسيلة من أجل إقناع المواطن بأن فيروس كورونا هو فيروس حقيقي ووباء قاتل، لذلك على الجميع أن يتحد من أجل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للخلاص من هذا الوباء؟ أعتقد الشيء الوحيد اللي يقنع المجتمع لما يشوف أحد أقربائه أو أحبائه توفى، يمكن قد يكون هاي الفاجعة الوحيدة اللي راح تخلي الإنسان يقتنع بهاي الحالة، وقد يكون يتندم على كل ما قام به، وهاي هي مشكلة كبيرة. أكو عندنا بالإضافة إلى قلة الوعي اللي تحدثنا بها، أكو ناس يؤمنون بالإشاعات، وأكو ناس مغرضين يحاولون أن يضعون مجموعة من الأفكار في أذهان الناس البسطاء. بالإضافة إلى هذا أكو نوع من العناد في بعض الأحيان عند بعض الناس، يقول لك شنو يعني أنا هو فيروس ما يهمني، يابا إذا ما يهمك فأنت دير بالك على أمك وأبوك. ثانيا هاي الدعايات مال هو سم وهو حرب جرثومية، هاي الأمور كلها ما تهمنا، نحن أمام جائحة حقيقية، أمام مرض وباء انهارت إلى الدول العظمى كلها انهارت، وإحنا بالوقت الحاضر على أبواب يعني قد يكون الترنح مثل ما قلنا، وما نعرف أنه راح نوقع بالهاوية أو لا. فالمشكلة هي مشكلة كبيرة، يجب أن نعمل على أنه نوحد نفسنا وأن نوحد جهودنا في سبيل أنه نوصل الحقيقة إلى أنفسنا وبداخلنا، ونلتزم بالتعليمات. هو التعليمات شي راد لها فد أشياء بسيطة جدا، عندنا إحنا مرض خطير ومزعج وسريع الانتشار، بالإمكان أنه نتجنبه من مجموعة من التعليمات. تعليمات هي بسيطة، هو سلوك صحي كل العالم ترى موجود، موضوع الكمامة اليابان بالأحوال العادية يلبسوها، والكفوف نفس الشيء، فهي كفوف في أوقات محددة، كمامة في أوقات محددة، تباعد اجتماعي متر أو متر ونص عن المقابل، لا أعاني أعطي سبج صاحبي ولا أسمح لأنه يعطي سبج شيء، أي رذاذ من وجهه ما يوصلني، فأنا من أضع هاي الأمور بميزان سلوكي، فبالتأكيد راح أتجنب المشكلة النفسي. ثانيا أنا إذا ما انتبهت على هاي الحقيقة والفيروس إجاني بأي طريقة من الطرق، أنا بالحقيقة راح أكون مجرم بحق الناس اللي هم مرتبطين بي، بحق أحبابي اللي راح أنقل لهم المرض، بحق الفاجعة اللي راح تصير بسبب فقدان أحد الأحباب. التخويف ما نريده، نريد الوعي الصحيح. التخويف عادة سلبية تؤثر على الإنسان وتؤدي إلى سلوك سلبي وبالتالي إلى مناعة غير جيدة، لذلك إحنا نريد الناس أنه يتعاطفون بيناتهم وأن نتجنب الحالة. أكو مجموعة من الأمور مطلوبة، المواطن بالوقت الحاضر هو الأساس، هي المرض راح يكون بالمواطن، وهو من حقه أنه يطالب بعض الأمور اللي يحتاجها، وواجب عليه أن يؤدي هذا السلوك. أكو واجب على الحكومة، الناس اللي ما عندها إمكانيات مالية لحد الآن ما حد قدم لهم شيء، واجب على الحكومة أنه الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية من التمريضين وغيرهم، وحتى الإداريين وحتى عمال الخدمة والسواق الإسعاف، ذولا هم أبطال الهجوم على المرض وأبطال الدفاع
للوقوف بالهجوم بوجه الهجوم اللي جاء. طيب دكتور، اليوم أريد نتحدث أنه الآن المستشفيات تمتلئ بالمصابين، هنالك من يحاول تقديم المساعدة، بعض الشكاوى قدمت من قبل بعض المتعافين، هنالك صعوبة للوصول من أجل التبرع بالدم. أنت تعلم يعني التعامل مع حظر التجوال، يعني هنالك مشكلة بعملية التعاطي مع حظر التجوال، هل هنالك تنسيق بين وزارة الصحة وعمليات بغداد من أجل تسهيل مهمة وصول من ينوي التبرع للمصابين؟ أحب أنه أثبت حقيقة بالبداية، التعاون اللي بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء والقوات الأمنية في بغداد وسيدات ورجال الإعلام في الوقت الحاضر أقصى مستوى إحنا شايفيه بحياتنا، فشيء رائع جدا، تعاون جميل جدا، وكلهم هم هسه بالوقت الحاضر أمام الجائحة. يعني الإعلامي هسه اللي واقف مثل ما أنا واقف، انت واقفه، احنا بدنا نقوم بنفس المهمه، ونفس الشيء بالنسبه للعسكري اللي موجود بالشارع. التجاوب والتعاون اللي موجود دا اقوله واكد عليه انه باقصى ما موجود، بس بكل شيء اكو سلبيات. ما عندنا احنا بالعراق شيء اسمه 100%، قد يكون 80% ماكو، بس ال 20% اللي تاثر قد يكون تحز بالنفس بعض التصرفات لما يمنعون طبيب او يشوفون يقدمون شخص سائق تاكسي بس يقدم لهم هويه مع العسكري يخلوه يمر والطبيب يعطلوه، في نفس الوقت انه الازدحامات الكثيره اللي بالشارع يبقى الطبيب واقف الى ان يوصل سراع على مسافه، يعني مثل ما هسه من اجينا احنا ساعه وكسور يمكن يمها يم الزوراء، بالوقت اللي انه كان بالامكان ان يصير له ترتيب. الشيء الثاني هو الحظر، ترى مو الشوارع الرئيسيه ولا الحظر الليل والنهار، هاي المصطلحات لما يوجه أمر إلى القيادة العامة لقيادة قوات بغداد يقول لهم سووا حظر، هم ناس يفكرون عندهم حظر هذا مستوى، بس الحظر الصحي إلى معاييره وإلى معايير عالمية معروفة محددة، أنه هذا الحظر هو مو من أجل أن أمنع مجرم من الوصول إلى هدفه، هذا الحظر أنه أمنع جرثومة من الدخول إلى تجمع سكاني ضخم، إذا لابد وأنه يصير تحرك داخل المجمعات السكنية، وهذا التحرك يكون توعوي بشكل كبير، تتجند لكل طاقات المجتمع العسكرية والمدنية ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني جميعا. نعم ندى، يعني أريد إجابة باختصار، اليوم هنالك نية بتحويل أقسام داخلية للطلاب، هذه يعني الأقسام الداخلية هي ما بين الأحياء السكنية، هنالك نية بتحويلها إلى أماكن حجر صحي. طيب هذه الأماكن أو هذه الأقسام الداخلية هي أساسا ما كانت صالحة للسكن الطلابي، فكيف ممكن اليوم إحنا نحولها إلى أماكن حجر صحي؟ هاي محاولات ترقيعية لما هو موجود من سوء بالنظام الصحي اللي ما حد فكر أنه قد تجتاحنا هيك جائحة في يوم من الأيام. إحنا نظامنا الصحي ما عنده القدرة على أن يقدم الخدمات للمرضى أصحاب الأمراض التقليدية اللي موجودة، فإذا إحنا لما وقفنا بهاي الجائحة أما ويانا خلفنا نظام صحي جدا تعبان، يبقى الإنسان هنا ما يبقى يستسلم، يحاول أن يلقى لأي شيء، قد يكون ترقيعات كمحاولة لحل المشكلة. فإحدى الأشياء اللي صارت بالوقت الحاضر أنه معرض بغداد والأقسام الداخلية وبعض المحل مكانات بوزارة التجارة وقد يكون الفنادق إلى آخر من الأمور، هاي أشياء بديلة لما هو موجود في بلدنا من سوء للنظام الصحي، وهي مشكلة كبيرة، بس نقول الموجود أحسن من ما موجود، يعني قدر الإمكان أنه نسويه. هو ثانيا الوباء سواء كان في منطقة سكنية أنت إذا حضرتش تعزليها عزل تام هو ما ينقل بالهواء، ينقل بالتماس، أما بالتلامس الأيدي والوصول إلى الأنف والعين أو الفم أو من خلال العطاس أو من خلال الرذاذ اللي يطافر على الإنسان المقابل. فلما إحنا موجودين في هذا المكان وعازلي عزل تام ما راح يتأثرون الجيران، لا نكون إنه إحنا بهذا الطريقة وبهذا الشكل اللي إحنا نخاف من كل شيء، لأن إحنا هسه راح نبدي حياة جديدة اسمها حياة العيش مع كورونا. إلى متى تبقى الحياة متوقفة؟ الاقتصاد واقف، التعليم واقف، التربية واقفة، الصناعة، الزراعة، التجارة، فإذا يجب على كل
مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تقعد مع خبراء وزارة الصحة وتنظم عملها بالطريقة اللي يمنع استمرار تكاثر الجائحة في بلدنا وفي نفس الوقت نمشي حياتنا بشكل طبيعي. احنا نحتاج هسه بالوقت الحاضر مثلا ندى ان كنت تسمعيني فكرة رائعة. اكو امور اخرى كثيرة الدوائر لما احنا نراجع لها شنو معناها انا اجي هسه اي دائرة ترحيم مو انفتح اليوم الحاضر روحي انا اليوم شو فتح الدوائر والله اعداد الناس اللي بيها غفيرة وقسم من عندهم ما ملتزمين بالتعليمات. اذا يراد انه كل مواطن ينط رقم اول ما يوصل يقول له روح احنا اتصل بينا واحنا راح نقول لك موعدك يمته وهكذا خلي تاخر يوم يومين ماكو فد مشكله بس لا توصل الشغله الى مشاكل تاثر على المجتمع وتاثر على المواطن العراقي. شكرا جزيلا الدكتور جاسم العزاوي المتحدث باسم نقابه الاطباء. شكرا جزيلا حياك الله. شكرا جزيلا. اذا زميلي يعني هنالك اسئله كثيره هنالك يعني مشاكل وتساؤلات تطرح وننتظر الاجابه عليها ايضا من اصحاب الاختصاص. ايضا هنالك دعوات من قبل ايضا وسائل الاعلاميه بالتأكيد بضروره يعني. تقديم التسهيلات اليها من قبل القوات الامنيه من اجل نقل كل ما هو جديد إلى المواطن العراقي فيما يتعلق بآخر تطورات لوباء مراسلتنا كورونا. مراسلتنا من بغداد ندى شكرا لك ولضيفك الكريم. ينضم لنا مباشرة من الأنبار مراسلنا نور الدين العبيدي. نور الدين بعد التحية كيف ترى الوضع الوبائي في المحافظة؟ هل يوجد تعاون ما بين المواطن والكوادر الصحية وماذا أيضا عن أجهزة الأمن كيف تتعامل مع الخروجات؟ نعم نور هل تسمعني؟ نعم زميلي. اليوم الوضع الوبائي يبدو يختلف وهو مؤسف جدا أن نقولها. اليوم الوضع الوبائي تزايد حالة الإصابة خصوصا في محافظة الأنبار بحسب الموقف الوبائي لوزارة الصحة وشمل طبعا بين المحافظات العراقية. هذه الإصابات توزعت على أقضية محافظة الأنبار بدءا من الفلوجة والخالدية ومدينة الرمادي شمت منطقة الملعب وهيد وجويبة أيضا نتحدث أيضا وكذلك القائم وهيت أيضا البؤرة التي كما أعلن عنها مدير صحة الأنبار اليوم. إذن اليوم اللي هناك تعاون ما بين القوات الأمنية وأيضا الأهالي فيما يخص الوضع وأيضا فيما كافت في إجراءات الوقائية. تأتي التأكيدات أيضا هناك المحافظة اليوم تعمل على إجراءات الوقائية والالتزام بطرق الوقائية في عموم المحافظة خصوصا بعد تشدد الإجراءات وأيضا كما اتخذت عمليات الأنبار على أن على اغلاق سيطرة الصقور وفقط يسمح فقط عن طريق خلال سيطرة الصقور وغلق كافة المداخل الى المحافظة فقط سمحت للمواد الغذائية وكل حاجة تحتاج اليه هذه المحافظة. الخروقات هناك اجراءات اتخذتها قائد شرطة الانبار بمن يحاول خرق هذا الاجراء الصحي أو الحظر الصحي بمن يخالفه وإعلان أيضا عن لجان تحقيقية بحق أي منتسب أو أي من يسلك وزارة الداخلية في عموم محافظة الأنبار. نعم نعم نور ما يتعلق بالحجر الصحي هل هناك مناطق خضعت للحجر الصحي بالفترة الحالية؟ نور هل تسمعني؟ نعم هناك مناطق وضعت في منطقة الملعب تحت الحجر الصحي وكذلك منطقة جويبة وهيت وهناك عائلتين أيضا في مدينة الرمادي في منطقة الملعب شملت أيضا بالحجر الصحي مع إجراءاتها على أمل أن تتشافى هذه الحالات. وهناك أيضا هنا أيضا
تأتي تأكيدات دائرة صحة الأنبار وخلية الأزمة في محافظة الأنبار على اتباع الإجراءات الوقائية، وأيضا التأكيد على أخذ الإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والكفوف. إذا قرارات جديدة اليوم صدرت في لخلية الأزمة على اتباع هناك غرامات أيضا ومحاسبة كل من يخالف الإجراءات الوقائية من عدم ارتداء الكمامات والكفوف، وكذلك التأكيد على أصحاب المحال والمجمعات التجارية على لبس الكمامات والكفوف في أي مكان أثناء التجول. وكذلك هناك كان المؤمل اليوم أن تكون هناك اليوم رفع الحظر الجزئي، لكن نتيجة تزايد الإصابات اليوم هي جعلت إلى تأجيل رفع الحظر، خصوصا سيرفع الحظر التجوال ليس الحظر الشامل، إنما سيرفع الحظر التجوال الجزئي عن محافظة الأنبار، إذ بشرط أن ترجع المحافظة كما كانت وإلى الأفضل، أو تكون محافظة ترجع إلى الصفر في حالة إن تحولت المحافظة إلى الدرجة صفر أو منحها أو كما كانت سابقا دون إصابات، فسوف يكون هناك في محافظة الأنبار إلى رفع الحظر التجوال الجزئي. إذن هنا نؤكد، وكما دعت دائرة خلية الأزمة في محافظة الأنبار على جميع القنوات وكذلك قناتنا بالتأكيد على ملف الإجراءات الوقائية واتباع الطرق وكل ما يكون سلامة المواطن الأنباري. الأنبار اليوم سجلت هذه كانت هي نتيجة الإجراءات كانتها اتخذت سابقا، لكن اليوم تفاجأ الجميع بهذه الإصابات، لكن دائرة صحة الأنبار والخلية الأزمة تبشر بأن السيطرة على هذا الوضع في محافظة الأنبار وتكون محافظة الأنبار تعود كسابق عهدها خالية من كل الأزمات. نعم. مراسلنا من الأنبار نور الدين العبيدي، شكرا جزيلا لك، ونتمنى للعراق أن يتعافى وأن يعود كما كان دائما عظيما في كل المجالات. إلى هنا متابعينا ومشاهدينا نكون قد وضعناكم في صورة الأوضاع الصحية في العراق في ظل أزمة كورونا. عافانا وعافاكم الله من كل وباء.